الاتحاد الدولي بعت بركيد شكر للاتحاد المصري على حسن التنظيم. كويس، البطوله طلعت بشكل مشرف جدا. لكن هو حد سمع حاجه؟ يعني حد سمع عن الموضوع؟ عندنا بطوله دوليه للتايكوندو، للناشئين. للناشئين كويس جدا. اهو الواد اهو عامل انجاز عظيم جدا. انا معايا يوسف على التليفون. يا يوسف. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا يوسف؟ 13. اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله عليك. قول لي بقى انت شاركت في المسابقه دي ازاي وعملت ايه وحققت ايه؟ دخلنا في تصفيات منتخب مصر وكسبتها الحمد لله. الحمد لله. دخلنا معسكر. كان فين المعسكر؟ كان هنا في القاهرة. بعد كده رحنا معسكر تركيا. كويس. قعدنا فيه. بعد كده رحنا على شرم الشيخ بطولة العالم. البطولة دي كانت يوم، بدأت يوم 24 وانتهت 27. انت لعبت امتى اليوم اللي انت لعبت فيه؟ 25. كان يوم 25. وحققت بقى بطولة، قابلت مين؟ قول لي يعني لعبت مع مين؟ قابلت السعودية. ايطاليا. وايطاليا. تركيا. تركيا. اذربيجان. وانت غلبت كل دول؟ برافو عليك والله. غلبت بتاع تركيا. تعظيم يا يوسف. ومين كمان؟ ايه كمان؟ تايلاند. يعني انت خمس دول. وخدت الميداليه الذهبيه. الحمد لله. طيب قول لي في البطوله كان مين موجود بقى؟ من وزير الشباب كان موجود، وزير السياحه كان موجود، ولا ما كانوش موجودين؟ لا للاسف ما كانوش موجودين. كانش حد موجود؟ مين كان موجود يا حبيبي؟ اسمه ده اللي هو احمد الفولي. كان موجود رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد. والاتحاد بقيته. طب انت بعد ما خدت بقى، بعد ما حققت البطوله دي، انت وقفت كده خدت ميداليه ذهبيه ورفعت علم مصر، بعد ما خدت الميداليه في حد كلمك يتواصلوا معاك مثلا؟ لا ما حدش كلمك. ما حدش قابلك حتى، او حتى قالوا لك هنقابلك؟ لا خالص. ما فيش حد. ايه يا يوسف وانت من الصومال؟ ده انت من مصر يعني. طب انت بتدرس في ايه يا حبيبي؟ تانية اعدادي. وشاطر في المدرسة كده زي التايكوندو؟ طيب يا حبيبي الف مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب انا عارف ان باباك جنبك طبعا. طب ادهوني. الو. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. والف مبروك ليوسف. انت كنت موجود معاه طبعا في شرم الشيخ. اكيد يعني. طيب قول لي بقى شعورك وهو كده واخد الميداليه الذهبيه ايه؟ لا اكيد يعني فخور. علي صوتك يا فندم لو سمحت. الاربع قشور بس من عصر المغلق. الحمد لله يعني. ده ما عرفش حاجه. وده ميداليه، وعلى فكره هو واخد ميداليه ذهب وواخد كاس احسن لاعب. معلش يا فندم الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، يعني نكلمك. هنكلم حضرتك تاني، هنكلم حضرتك تاني. يعني والله العظيم اللي هو ايه، هم يقول وهم يضحك وهم يبكي بصراحه يعني. لانه ببساطه ارجع لنا تاني يا ابو يوسف. يا ابو يوسف. الو. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. انت كنت بتقولي بس ما كناش سامعين، انت كان شعورك ايه بعد الميداليه الذهبيه دي ما يوسف حققها؟ لا اكيد فخور يعني بيوسف ان هو خد ميداليه ذهب، وكمان واخد في البطوله اللي ما حدش ذكرها خالص، ان هو واخد كاس احسن لاعب في البطوله. احسن لاعب. احسن لاعب في البطوله. مش كاس، لا كاس احسن لاعب في البطوله، عشان هو غلب السعوديه وغلب تركيا. تركيا وتايلاند واذربيجان. غلبهم عدم تكافؤ. غلبهم عدم تكافؤ، غير الماتش اللي هو تايلاند ده. عدم تكافؤ. عدم تكافؤ. تكافؤ. عدم تكافؤ يعني الماتش بيخلص قبل ما ينتهي الوقت بتاعه، علشان ده بالضربه القاضيه يعني. ب 20 بوينت، فخلاص كده هو ما بيكملش الماتش تاني. عدم تكافؤ. ربنا يحميه والله، ربنا يحميه. الله يخليك. بعد ما خلصتوا بقى البطوله، انتوا رجعتوا القاهره، انتوا المفروض ده خلصت يوم 27 من ثلاث ايام. حد تواصل معاكوا من الدوله؟
لا لا مفيش اي من حد من وزاره الشباب مفيش حد تواصل خالص ولا طب الاتحاد الاتحاد هيعمل تكريم ليوسف مثلا؟ لا انا اعرف ان الاتحاد الاتحاد هيعمل تكريم ان شاء الله يعني التواصل كان مع الاتحاد بس هو ده اللي هيعمل لنا تكريم. ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله والف مبروك. الف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احنا ما بندورش بمنتهى الامانه ما بندورش على مشاكل للحكومه خالص، بس الوضع على الارض مؤسف. ليه؟ انا قدام بطوله العالم، كاس العالم في التايكوندو، اقيم في شرم الشيخ من يوم 24 ليوم 27. في كام دوله مولانا؟ في 46 دوله، منهم روسيا اللي هي الطيران ما بيجيش فجم. كويس. حدث عالمي انه نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو مصري، والراجل يعني قدموا الملف بتاعنا عشان نستضيف، كان في صراع ما بين المصريين والامريكان على استضافه هذه البطوله، ونجحنا في مصر ان احنا نستضيف هذه البطوله، حاجه عظيم. وقدامنا اهو شاب عنده 13 سنه يعني ربنا يحميه، غلب 5 دول واخد تاج احسن لاعب، وبعدين هذه البطوله لا يحضرها وزير شباب ولا يحضرها وزير سياحه. طب هو ايه بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يعني انت ما تقدرش كدولة، مين بيعمل تسويق سياسي للدولة ياخد هذه البطولة ويسوقها للعالم؟ ما قاعدين نقول ما فيش نيلة، الناس عايشة في امان كويسين، ناس في الشارع ماشية في امان. فانت عندك حدث بمثل هذه الدرجة من القيمة والعالمية وانت ما حدش عارف عنه حاجة. ده كمان انه الواد الصغير خد ميدالية ذهبية، الواد الصغير خد احسن لاعب على العالم. تحتفل هو في ايه؟ يعني احنا بنغيظ نفسنا مثلا؟ وزير السياحه فين من هذا الحدث؟ وزير الشباب نفسه فين من هذا الحدث؟ حتى هذه اللحظه الناس ولا حد سائل فيه. هم ما اشتكوش على فكره، يعني دول ما اتكلموش وقالوا لنا يا جماعه الدوله ما كرمتناش، والله ما حصل. احنا فجاه واحنا بندور لقينا في حدث من 3 ايام، محدش عارف عنه حاجه، احنا ما كناش نعرف عنه حاجه، احنا كمان برضه عرفناه بالصدفه. وعرفناه بالصدفة لأنه مفيش جهاز عند وزارة الشباب ولا عند وزارة السياحة يتكلم مع الإعلام يقول لهم تعالوا يا جماعة غطوا دي بطولة عالمية. كأنها مثلا حاجة سرية، وكأنها حاجة مش يا جماعة، والله عيب عيب عيب. إحنا في عرض النبي، في عرض حاجة زي دي نقول للعالم بيها إن إحنا كويسين، إن إحنا في أمان.